السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم لباط بالصوص ديال المطيشه وصدر الدجاج. عندي هنا في المقادير كما كتلاحظوا صدر الدجاج مقطع طريفات صغار، يمكن لكم ديروا الكفته ولا الطون. عندي هنا بصله مشلطه رقيق وجوج صوصات ديال الثوم، فرماج محكوك، شويه ديال الربيع مقطع، وجوج حبات مطيشه محكوكين. وعندي هنايا لباط، لباط انا درت هذا الشكل، هذا يمكن لكم ديروا اي شكل بغيتو. والعطريه غادي ندير شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الحميره، خرقو، شويه ديال البصل، الملحه، وزيت الزيتون. هذا الشيء كله غادي نطيبو في المقله، ما غاديش نطيب لاصوص هي الاولى ولا نسلق لباط، يعني هذا الشيء كله غادي نجمعو في المقله. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. بسم الله غادي نبدا. الزيت كثير، بصلة حبك دوك جوج صوصات ديال الثوم، غادي نخلي البصله تشفى شويه، غادي نزيد الدجاج، هاد الدجاج نزيد الربيع، غادي نزيد العطرية، نزيد الملحة، الحميرة، نزيد البصل، الثوم. غادي نخلي الدجاج يتشفى مزيان، صافي. هنايا ملي تشفى الدجاج مزيان
هذه زيت لي مطيشه صافي غادي نطيب طيب هاد الطيشه مزيان مع الدجاج ونرجع لكم ان شاء الله. صافي هنايا ملي طابت ديك الطيشه مابقاش فيها داك الماء شفات من الماء غادي نزيد عليها الماء طايب غادي نطيبو ديك الليفا نخلي هاد الماء حتى يغلى شوية صافي هنايا ملي غدا داك الماء غادي نزيدو دابا لي بات في دابا غادي نطيبو ونرجع لكم ان شاء الله. ها هما البط ديالنا عطاقو داك الماء مبقاش فيهم الماء دابا غادي نزيدو داك فرماج مفروض صافي دابا غادي نطفي عليهم صافي هذا هو الشكل النهائي ديال لي بات ديالنا كيجيو لذاذ وسهلين في التحضير نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ويلا غادي نشوف هذا الفيديو ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.